شاء الله ألف مبروك. مبروك سمو الأميرة. من هلأ صرتي ملكي أنا وبس، وما بقى في قوة بتبعدك عني. بالله، ومين قالك إني حابة أبعد عنك؟ بدي يكون أسيرتك وضل تحت أمرك. مولاي إذا بتسمح لي بدي أقول شغلة بهالمناسبة هي. المفروض تعلن وتخلي الكل يعرف مين هن اللي رح يستلموا سلطنة دلهي بالمستقبل من بعدك. بعرف إنه ما دخلني ومو من حقي أحكي أبداً، بس الوقت عم يمر بسرعة وما عم نحس فيه، ما بنعرف شو رح يصير. وإنت صحتك ما عم تتحسن، وبظن إذا حكيت هلأ أحسن. تعرفي شو توركان؟ أحياناً بتقولي شغلات بمحلة تماماً. رح أعلن الأسماء هلأ. يا جماعة اسمعوني لو سمحتوا، بدي إياكم تعطوني شوي من وقتكم لو سمحتوا. اسمعوني، السلطان إلتمش بهالمناسبة السعيدة رح يعلن عن شي بهم كل الحاضرين. تفضل مولاي السلطان. أنا ما رح طول ولا أخذ من وقتكم، رح أختصر وأحكي اللي عندي. أكيد الكل عنده فضول كبير لا يعرف مين اللي رح يستلم ويكون مسؤول عن دلهي بعدي. هذا العرش رح يكون له 4 مرشحين ورح يتنافسوا عليه. حابين تعرفوا المرشحين؟ مو معقول هالموضوع، مو وقته ابدا. بيعرف انه ولا واحد من هدول الثلاثه بيستاهل يستلم. برايي ما في داعي ليحكي بهي القصه هلا، ما حدا منهم بيستاهل هاد العرش. الامير معز الدين، الامير اقبال، والامير ركن الدين معهم كمان، اكيد الكل بيعرفون. بالاضافه لهالثلاثه لسه في مرشح رابع بعتقد بيقدر يكون أدى ويستلم عني، وبيستحق مثل هيك منصب حتى بفضله عن المرشحين الباقيين. المرشح قطعة مني وبيشبهني كتير، ومن قبل قدر يثبت حاله وأثبت وجوده. الأميرة راضية.
خير نادرة، أنا حكيت نكتة شي؟ هادي اللي حابة أعرفه يا جلالة السلطان، هاي نكتة ما هيك؟ الأميرة راضية، بنتك أنت وهي بنت، معقول جلالتك ترشحها لتستلم سلطنة دلهي؟ لا أنت أكيد عم تمزح، يا أما أنا سمعت غلط وما فهمت. ما عم بمزح، وأنت ما سمعتي غلط، وإذا في حدا هون ما سمعني شو قلت مو مشكلة، برجع بعيد الحكي. الأميرة راضية، أنا رشحت اسمها هلأ لتستلم سلطنة دلهي. بس اسمح لي جلالة السلطان، التاريخ أكبر شاهد على إنه البلد بعمره ما حكمته بنته قعدت على العرش واستلمت القرارات، هيك شي ما صار من قبل ونحن مو متعودين أبداً، ما حدا بيقبل. وين المشكلة؟ وإذا ما صار من قبل وتكون أول مرة، شو الغلط بالقصة؟ إذا كانت المرشحة تستحق العرش ما فينا نكتب تاريخ جديد لهالبلد؟